السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لايف جديد محل توب ارتيكل بسوق القريعة. واليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو توضيحي على جديد المنتجات اللي كاينه بعد طبيعة الحال بعد العيد. اول حاجة كنشكركم بزاف بزاف على التواصل ديالكم الدائم معنا، والناس اللي دعوا معنا عن ظهر قلب، والناس اللي صراحة تواصلوا معنا في الخاص وعطونا واحد القيمه مضافه، هضروا معنا، دعوا معنا، صيفطوا لنا دي ميساج. فشكرا بزاف 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 الناس كاملين اللي تواصلوا معنا، السيدات اللي كنعرفوهم اللي ما تنعرفوهمش، واحد الكم الهائل ديال الرسائل ودال لي ميساج ودال لي زابيل. فكنبغي نشكركم بزاف بزاف على هذا التواصل ديالكم وعلى السؤال ديالكم وعلى الدعاء ديالكم معنا. فان شاء الله ولينا بحال العائله بطبيعه الحال، وان شاء الله راه غادي اللي جا المحل ان شاء الله راه نديروا ليه اثمنه مناسبه ان شاء الله، وغادي نيسروا معاه، واهم حاجه غادي نحاولوا نختاروا ليه منتجات اللي غتلبي الحاجيات ديالو. فاللي دخل لايف بارطاجيو عافاكم هذا اللايف باش يوصل كاع الناس اللي تواصلوا معنا اثناء الفتره ديال الكورونا. الله يجازيكم بخير، ردوا البال، نصيحه من عندنا، ردوا البال، ردوا البال بزاف، لان فيروس كورونا راه ما شاء الله احنا جربنا وقعنا في المرض، ويعني عرفنا التحديات اللي قمنا بها باش اننا نخرجوا من هذا المرض بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدعاء ديالكم طبيعة الحال ثانيا. ومن الاحسن تردوا البال، الانسان يدير كمامه، يجي للمحل يحاول يدير كمامه. عندنا احنا الحمد لله المعقم هنايا اللي جا نعطيو المعقم يعقم يدين المسائل، وحنا راه ديفيكتينا المحل كامل وعقمنا المحل باش اللي جاي يكون الكليان في امان. وحنا اصلا صدينا على قبل الكليان باش الكليان يمشي مرتاح وما نعاديوش ناس اخرين، داكشي علاش صدينا حنا قبل العيد وفتره ديال الخدمه. يعني البيع والشراء في العيد الكبير كان هذيك هي الفرصه ديالنا فاش كنخدموا بزاف، ومع ذلك استأثرنا بهذاك الشيء اللي عطى الله وضحينا ومشينا سدينا المحل باش نتوما ان شاء الله ما تعاداوش، وباش ما يزيدش المرض، وباش بلادنا ان شاء الله تخرج بخير وعلى خير من هذا الوباء. فباش ما نطولوش كما قلت لكم، حاولوا ما امكن تبارطاجيو مع الناس باش يوصل لهم هذا اللايف هذا، حيت كانوا كيسولوا علينا بزاف بزاف الناس. فشكرا لكم كاملين كاملين، شكرا 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 بزاف 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 من القلب. فاول حاجه غنبداو بهاد الفواحات، هما الفواحات يلاه جبناهم، هادو راه فيهم، هادو كيتحيد لهم هذا. هادو لافونتاج ديال هاد الفواحات اشنا هما لافونتاج ديالهم؟ انها هنا عندهم مينوتري كدير ساعه 3 سوايع 6 سوايع كتفر راسها. باش كينفعوا هاد الفواحات؟ هاد الفواحات عندهم بزاف ديال المنافع. بحالاش هاد الفواحات كدير الطاقه الايجابيه في الدار، كتخليك تحيد الستريس والقلق والتوتر، كتعقم لك الدار. بحال دابا الفتره ديال كورونا مثلا كدير غير واحد الزيت ديال الكاليبتوس مثلا، حنا كنعرفوا الكاليبتوس انه كيعقبوا به الناس للدار، كدير واحد الزيت ديال الكاليبتوس هنا، هو ها هو الزيت ديال الكاليبتوس، واحد النقطه ولا جوج، كدير شويه الماء وكتخليها طالقها في الدار، كتعقم لك الدار. يعني كتدير واحد الريحه زوينه، وفي نفس الوقت تنقي لك الصدر ديالك من بزاف ديال الجراثيم والامراض. هذه فيها هذا الشكل هذا، فيها هذا الشكل هذا، فيها هذا الشكل هذا، ها هو حتى هو يلاه جا، وفيها هاد الستيلات هادو تبارك الله ما شاء الله زوينين عمليين. الفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى، اللي بغى يقلب في الانترنت غيدير فوائد الفواحه المائيه ولا الكهربائيه غادي يخرجوا ليه. هادو لافونتاج فيهم التيليكوموند، ما فيهمش الفلتر، عيت كاين واحد الموديلات فيهم الفلتر، هادو ما فيهمش الفلتر، يعني كيصبروا بزاف. انا كنعطيكم فائده واستفاده ان شاء الله، كما عودناكم دائما في لاباج توب ارتيكل بسوق القريعه، نبقاو دائما نعطيكم اهم المنتوجات، وفي نفس الوقت نعطيكم الماركه اللي مزيانه في كل حاجه. هذه حتى هي فواحه مائيه على شكل قمر، حتى هي راه كتشعل بالضوء. بالنسبه للناس اللي كتسول على الزيوت، رحنا جبنا لكم جوج موديلات ديال الزيوت، جبنا لكم الزيوت الاساسيه هادو اوريجينال، حاجه مزيانه اللي بغيتو، الياسمين، النعناع، الكاليبتوس، الورد، العود، المسكليل، اي حاجه بغيتو. وكاين دوزيام شوار حتى هو جبناه باش الناس اللي كيبغيو العادي ديال هذا، راه كاين. بالنسبه للفواحات الصغار، الناس اللي جاوهم هادو كبار، راه كاينين الصغار ديالهم، كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل هذا، كاين هاد الستيلات هادو، ها هما كاين هاد الموديلات اخرين، ها هما كاين اللي كيبغي فواحه بورتابل، هادي
ها هي بورطابل كدير فيها الماء ودير فيها الزيت وكديرها بواحد الطريقه زوينه، تقدر تشارجي حتى التليفون. يعني شي حوايج اللي ان شاء الله غادي يعجبكم، نالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله في هذا الشيء ديال الفواحات. ندوزوا لحاجه اخرى، عافاكم ما غاديش نجاوب على لي ميساج وعلى لي زابيل ثاني ان شاء الله. المهم شوفوا الحوايج اللي جاوا بالنسبه للموديلات اللي كاينين هادو، الناس اللي ما كيعرفوش لي زارتيكل في عجاله غادي نوريوهم. كاين هادو ديال بحال الكاميرات، ها هما كاميرا وهي ستيل ديال الكاميرا، ولكن كتشعل الضوء، هي كيدوز شي واحد كتشعل، فيها هذا الستيل هذا، فيها هذا الستيل هذا، مكبر ديال شاشه الهاتف. ها هو راجع حتى هو كان مبقاش. هاد البلاكه ديال الامبان كتجيب الطاقه الشمسيه كتشارجا وكتضوي احسن من البلاكه العاديه. ها هي. وكاين هاد الكريك ديال الثقل هذا اللي معروف، الفرفارات راه معروفين. الحوايج المهمين اللي جاو، الناس اللي سولونا على هذه ديال الطوموبيل، الدراقه ديال الشمس ديال الطوموبيل باش ما كتسخنش لك الطوموبيل. ها هي راه دايره ضجه في الانترنت، ها هي جبناها لكم حتى هي. المهم كاع داكشي ان شاء الله اللي غادي تحتاجوه راه غادي تلقاوه ان شاء الله عندنا في المحل. بالنسبه للناس اللي سولونا على اللي جاوا على مساحه الدجاج وما بقاتش، ها هي راه جات مساحه الدجاج، وعندنا فيها الدوريجين هذه اللي فيها العيار الثقيل باش كيخي الدجاج يكون ثقيل، كتمسح لك الدجاج من دو فاس، من هذا الفاس ومن هذا الفاس. هاد التيو ديال الماء فيه ديال 15 متر، وكاين ديال 30 متر، وكاين ديال 40 متر. هذا كيركب في الروبيني العادي والروبيني الاخر بجوجهم. هما راه جاو سطوله اللي تيتجمعوا لي ساشي سوفيد، راه ما بقاوش فيهم بزاف، هما حتى هما راه كاين فيهم جوج قياسات. بالنسبه لي طابي هادو راه هاد كانوا ما بقاوش، هما راه جاو فراكه، هذه فراكه صغيره وهذه طابيه دايره، ها هي فيها هاد اللون وفيها الغوز ديالها. وكاين الطابيات العاديه، هذه فيها حكان وماساج. وكاين الطابيات العاديين هما هادو الاولين، الموديلات الاولين اللي كانوا هما هادو، هام فيهم اللوينات تا هما على الاشكال والانواع ديالهم. بالنسبه للموديلات اخرين، علاقه ديال الطاليان هادو باش كيشدو مزيان تعلقوا فيهم، ما كيطيحوش نهائيا، فيهم لوطوكولو حاجه مزيان الله مبارك، جربناهم جلالب في المونطواج في اي حاجه ثقيله. هاد النشار، الناس اللي سولونا النشار كانوا جاو عندنا عفوا وما لقاوش النشار ديال جوج، اللي فيه جوج خيوطه وفيه الكابل ماشي خيط، هذا كابل يعني كديرو في هاد البلاصه والجهه الاخرى كدير كتعلق البياسات ديالو، وتبارك الله تيجي عملي وزوين. فيه الطول ديالو 4 متر و20، هذا النشار خاص يكون ضروري في اي دار يكون هذا. وكاين فيه ديال واحد هاو، هذه تاع الشباب حتى هي راه كان تقادات، هي راه جات حيت شحال من واحد جا عندنا على شحال من بياسه ما بقاتش، ودابا الحمد لله بعد ما رجعنا من بعد الشفاء الحمد لله راه جات السلعه، ودابا من اليوم راه دخلت النص ديال السلعه، وغدا وبعد غدا يعني هاد السيمانه كامله السلعه تبدا تدخل. اللي يحتاج شي حاجه يحاول ما امكن يجي للمحل. الماطله ديال بلاصه وحده اللي كتنفخ هذه الشيشه ديال الصباغه، العلاقات والكليمة، الناس اللي كانوا سولوا عليها ها هي راه جات الكليمة صغيره والترا اير كولور، يعني هذه بروميير شوا ديال الكليمة، كتبرد مزيان تدير فيها شويه الماء وكتخدمها وكتعطيك ماشي البرد، ماشي بحال الفرفاره، هذه بحال الكليمة وهي صغيره. البوطات صغار خويا، مرحبا صافي. هادو البوطات الصغار، هادو عندنا ديال الشركه نورغاز، ها هي ماشي داكشي العادي، وهادو فيهم بياسه ديال النحاس ما دير لا فويت لا والو، والعماره ديالها راه كنعطيوها لها، نعطيوها مجانا مع الكليان ديالنا، راه كنعطيو العماره ديالها. لا تقادات لك راه كتجي تاخذها هنا من المحل، بغيتي تاخذها شي بلاصه قريبه راه كاينه عند الدروغري. القطاره ديال القهوه ديال الجرانيت، حاجه اللهم بارك كطلع قهوه بروفيسيونيل بحال نصيبها في بريسه كبيره. هاد لي سبونسور ديال القطنيات ديال كل حاجه بوحدها كتجي بحال هاد الشكل هذا، ها هما شيم كتلصقوا بلوتوكولون بلا فيسات بلا حتى شي حاجه. وهادي كاين موديل اخر هو هذا، ها هو هذا حتى هو تيجي تبارك الله رائع، انا جربته وعمرته جات تبارك الله زوين، وكيلصق بلوتوكولون ديالو حتى هو.
يعني كيخرج من هنا. وكاين الموديل العادي اللي معروف هو هذا، هذا راه ديجا كاين في السوق معروف فيه بزاف، وفيه هذاك السيباراسيون كديري اي مثلا بغيتي تخرجي الروز ولا اي حاجه كديري هذه البياسه الصغيره وكتخرجيها. هذه لا، هذه ستيلها واحد اخر، يعني ديري غير جوج من هذه تعطي واحد الديكور. بالنسبه للديكور هادو احسن، وهادو بالنسبه للحجم يعني الكونتيتي هادو كيهزو اكثر، ولكن بالنسبه للديكور هادو وهادو احسن. هادو راه فيهم حتى النوار، الناس اللي عندهم كوزينه كيبغيو شي حاجه نوار راه كاين هادو في النوار. القراعيد الزيت المرخمين، الناس اللي كتقلب على لونسومبل ديال المرخم حتى هو راه عندنا، ها هو قراعيد الزيت مرخمين، وقريب غادي يجيو العطريه، يعني واحد اليومين ثلاث ايام غتجي العطريه ديالهم اللي مرخمه بحال هذا السيل ان شاء الله. قراعيد الزيت ديال الرشاشه، القراعي ديال الغطاء ديال البامبو بالاشكال ديالهم الصغار والكبار والمويان، ها هما اللي بغى بياسه راه كنبيعوا عليه بياسه، راه كاينين موجودين عندنا حاليا. البولات ليد اللي معروفين، اللي باقي ما شافش لي لايف اللي قبل يحاول ما امكن يرجع لي لايف، حيت بزاف ديال الناس ديجا عارفين السلعه اللي عندنا. هذاك الشيء اش كنحاول لي زارتيكل اللي معروفين ما كنحاولش نشرحهم بزاف، راه ديجا معروفين. المقله ديال الايطاليه راه كاينه دوريجين بريمير شوا دوزيام شوا. الحوايج الاخرين اللي جاوا لي بوبيل ديال الحمام والشبكه ديال العطريه، هذه حتى هي اللهم بارك، شي حاجه عمليه انسان تقدر ديرها في الحمام وتقدر ديرها حتى في الكوزينه، دير فيها العطريات دير فيها اي حاجه. المنظمات، الناس اللي سولونا على المنظمات ها هما جبناهم، ها هما منظمات هادو اللي كيجيو جنب الثلاجه، كاين اللي كيديرهم في الحمام، كاين اللي كيديرهم في الكوزينه، كاين اللي كيديرهم في البيت النعاس، كل واحد العبار في الستيل ديالو فين باغي يحطهم. وفيهم الكبار، وكاين حتى هاد الغونجمو هذا، ها هو يلاه جات، ها هو ها هو بالرويد، فيه 4 طبقات بلاستيك، ما تخاف يصدي ما تخاف حتى شي حاجه. والكبير ديالو راه هو هذا الكبير ديال هذا، وغنوريكم حاجه اخرى اللي هي هذه، ها هو شد شد عمو، ها بلاتي 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 ندخل ليه. بالنسبه لهذا، الناس اللي سولونا على لي رونجمون ديال الميكرو اوند، ها هو فيه هذا اللون وفيه حتى النواخ، هاو رونجمون كبير دير فيهم هنا الميكرو اوند، ماشي الفران غير الميكرو اوند، هنا دير اي حاجه بغيتي ديكور ولا هادي، وهنا كيجي الميكرو اوند والحجم ديالو راه كبير، وهنا كدير الخضره ولا كدير اي حاجه، كاين اللي كيستعملوه في الحمام، كاين اللي كيستعملوه في الكوزينه، وفيه حتى النواغ ديالو، النواغ ديالو حتى هو راه كاين، ريدوات دوش بالاشكال ديالهم والانواع ديالهم، فهمتوا؟ بوغ بابي جينيك، هذه الحلفه ديال الظهر حكان وماساج حتى هي راه كاينه، لابار ديال الحمام اللي كتشد بلا فيسات حتى هي راه كاينه، الغونجمون اللي كيجي فوق لاشاس وفوق الماكينه الصابون حتى هو راه كاين، كاين تبارك الله واحد التنوع، ومازال السلعه راه هاد السيمانه كامله راه كتدخل، يعني اللي بغى شي حاجه يجي مرحبا به. باش ما نطولوش هاد اللايف، بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف على الناس اللي تواصلوا معنا كما قلت في الاول ديال اللايف، والناس اللي صيفطوا لنا لي ميساج وعيطوا لينا لا من قريب لا من بعيد، وشكر خاص للناس اللي تفهموا الوضع ويعني اعتبرونا بحال وحدين من العائله، يعني كنشوف هذيك الحراره في لي ميساج ولي زابيل، راه ما شاء الله. شكرا بزاف بزاف بزاف، الله يشافينا والله يشافي جميع المسلمين، الحمد لله حنا بخير، والمحل عقبناه لي زارتيكل كاملين، راه المحل درنا عليه كاملين عقبناه باش الناس يبقاو مزيانين ومرتاحين، داكشي علاش حنا حلينا اللايف من جديد. وبالنسبه للي موديل راه كاينين، هذيك فيها جوج ماركات، كاينه هذه الماركه وهذه، هذه 80 هذه 40. بالنسبه للناس اللي سولونا على هاد لي كوكوط والقراعي ديال العطريه، تما راه كاينين هادو ديال الشيف كويزين ماغن، تما راه كاينين، راه كاين تبارك الله واحد التنوع. ما نقدرش نوريكم كلشي لان راك عارف الكاميرا ما كتبانش بزاف، شحال واحد يقول لي راه كنشوف المحل كبير، كيبان لي المحل كبير، اجي هنايا المحل صغير كنبقاو نضحكوا. ايوا الحمد لله، شكرا لكم، كما قلت رساله لاي واحد عافاكم الله يرجيكم بخير، حاولوا ما امكن تردوا البال، ديروا الكمامه ديالكم بالشكل الصحيح،
واللي جا المحل راه يدير الكمامه ديالو، وحنا راه كنديروا التباعد والمعقمات راه كاينين، والله ينجينا وينجي جميع المسلمين. كان معكم امين، ما تنساوش بارطاجيو ودخلوا لاشين يوتيوب تابوناو فيها، راه جيل جديد تبارك الله، واي حاجه غادي نحط عليها فيديو بشرح تفصيلي على كل حاجه علاش كتصلح وكل حاجه اشنو الدور ديالها وباش غتنفعك. وان شاء الله نكون هاد الحسن الظن ديالكم، شجعونا اكثر باش نزيدو نعطيو واحد المحتوى اللي اكثر، وان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالكم لا في لي زارتيكل زوينين اللي كتشوفوا في الانترنت، غادي نحاولوا نوفروهم هنا بثمن زوين وبشرح زوين، ولا بالنسبه لا كاليتي غنجيبوا لك كاليتي اللي ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم واللي غتخدم لكم ان شاء الله ديال ديما ديما. كنحسنوا من الخدمات ديالنا بالفضل ديال الاستفسارات ديالكم والاراء ديالكم، يعني حنا ديما كنرجعوا لكم باش كنزيدوا نحسنوا. الناس كيعطيونا النصائح، كيعطيونا بزاف ديال الحوايج باش كنزيدوا حنايا نحسنوا من المستوى ديالنا. شكرا لكم مره اخرى، وشكرا على لي ميساج كاملين اللي صيفطتوا لينا والناس اللي تواصلوا معنا والناس اللي دعوا معنا، شكرا لكم كاملين واحد واحد دون استثناء. كان معكم امين، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.